السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبتنا الأعزاء. اليوم راح نشرح المانوميتر تباين، يسموه ديفرنشال مانوميتر. هذا شنو المانوميتر تباين؟ هذا ما يقيس لي يعني ضغط عند أنبوب واحد أو عند وعاء واحد والطرف الآخر معرض للضغط الجوي، لا، كلا الطرفين مربوطة بأنبوب أو وعاء معين. أريد أقيس فرق الضغط ما بين نقطة A والنقطة B، أو ما بين هاي النقطة A والنقطة B. فشي يقول هنا؟ يقول يتكون من هو المانوميتر التباين؟ يتكون من أنبوب على شكل حرف U، نهايتاه مرتبطتان بنقطتين، المراد قياس فرق الضغط بينهما. يعني هذا شي يقيس لهذا، ما يقيس لضغط جوي. طلاب، المانوميتر التباين ما يقيس لضغط جوي، اللي يقيس لضغط جوي شنو هو؟ هو الباروميتر، يقيس لضغط جوي. أما البيزوميتر، مانوميتر حرف U، مانوميتر التباين، إذن نقيس لنا ضغوط ما السوائل محصورة في أنبوب أو في وعاء معين. فهنا ايش راح يصير؟ طبعا طرفي هو مرتبط بأنبوب أو وعاء، ويحسب الضغط كما هو الحال في المانوميتر U، إلا أنه في حال مانوميتر التباين كلا النقطتين متصلتان بخزان أو بأنبوب أو سميه ما شئت، فيه مائع بضغط معين وليس أي منهما معرضا للضغط الجوي. يعني هذا يجيك صح وخطأ، مثلا يكون المانوميتر التبايني أحد طرفيه معرضا إلى الضغط الجوي، شو تقول لي؟ تقول له غلط. ليش؟ لأن هذا طرفيه ما معرض للضغط الجوي، معرض إلى أوعية أو أنابيب أو ما شابه. النقطة وين؟ النقطة هنا خلينا نجي هسه نحسب نشوف. إحنا عندنا هذا عينا مثل الميزان، يعني هو المانوميتر مثل الميزان. يعني شنو؟ يعني عندي هنا ضغط عند النقطة A، فالضغط معين. عندي هذا ضغط عمود السائل الموجود وين؟ بالنقطة A. ضغط عمود السائل موجود عند النقطة A. هذا شلون نحسبه؟ رو جي اتش، رو مال ثمن مال هذا السائل اللي هو عند النقطة A. اذا هذا الضغط داخل هذا الخزان اللي انا ارجع اشوف الفرق عن هذا ايش قد، زائدا هذا. زين، لازم المفروض شو يساوي لي؟ يساوي لي الضغط عند النقطة B زائد ارتفاع ضغط العمود ارتفاع Y زائد ضغط ال H. صح لو خطأ؟ حتى هاي يعني بما انه السائل ساكن، فهاي تكون عملية معادلة الضغوط. فأسوي معادلة يعني بهالطريقة هاي، إذا أريد نكتبها نقول الضغط عند النقطة A زائدا يا ضغط زائد الرو المن لهذا السائل اللي هنا، خلينا نسميه رو 1 مثلا، زين عندنا بعد رو مال الزئبق رو 1. هذا الضغط مال هذا العمود، زين هذا ايش قد ارتفاعه؟ من يقول لي ايش قد ارتفاعه هذا؟ اكو احد عنده فكره؟ نعم، لا شلون صفر؟ ارتفاع بارتفاع. العفو، اكو طالب حكى شنو ايش قال؟ y1 زائد h1 هذا الارتفاع، انا اريد هذا كله، اريد هذا الارتفاع كله. ما يعني انت تقول لي هذا كانه، انا اريد هذا من هنا الى هنا، هذا شلون احسبه؟ معطيني اياه هو x زائد h. كلش ممتاز. اذا رو في g في شنو؟ في x زائد h. طبعا هاي الرموز ممكن تجيك زائد ممكن تجيك اي، يعني مو فد مشكله. اكس زائد h انت على الموجود عندك بالرسم تقدر انه تخلي تفرض الفرضيات مالتك. اذا اكس زائد h هاي خلصنا من عندها. هذا الطرف يا هو الايمن، هسه عندي شيء بعد هنا بالطرف الايمن؟ ما عندي. اقول يساوي، المفروض يساوي شيء يساوي لي؟ يساوي لي الضغط عند النقطه b، مو صحيح؟ بعد شنو؟ من يقول لي عندنا زائدا ضغط هذا العمود الواي، اقول رو 1 جي واي، مو صحيح؟ هذا نعتبره لنفترض نفس السائل، يعني اذا طبعا اذا كان سائل مغاير خلينا نكتب بي 2 حتى يصير الرو 2 حتى المعادله تكون اكثر شموليه. يعني نفترض ان هذا السائل يختلف عن هذا، يعني ماكو فرق. فهنا اي حتى لو كان نفسه فالرو 2 راح يصير نفس الروان، يعني اهم شيء اريدك معادله عامه نطيح. زين، رو جي واي. زين، بعد شنو عندي يا ضغط؟ عندي هذا الضغط، لا تنسوا يا ضغط، هذا ضغط الزئبق.
فأجمع ويا من زائد رو المن للزئبق حكيت بأم ميركوري يعني زئبق جي هاي جي هي عامة والاتش اللي هي هاي الاتش فهسه من أريد أرتب المعادلة أنا شنو الهدف مالتي شريد أعرف منو يقول لي شريد أعرف أنا من هاي النقطة نعم إحنا شنو قلنا هو زي تباين يعني تباين يعني فرق فاش اقول اريد اقول يا بل البي اي يعني شلون اسوي احول الاطراف هناك احول هنا بحيث يصفى لي البي اي ناقصا هاي احولها هنا تصير اشارتها ناقص البي بي اللي هو انا اريد الفرق يساوي زين بما انه انا البي بي جبتها هنا فذني تبقى مكانهن اخليه نفسين رو 2 جي اتش العفو هنا أنا آسف y رو y مو صحيح زائدا رو للزئبق g h هسه شنو اللي راح يصير عندي راح يصير عندي الرو ال p b وديته هناك اللي راح أجيبه من هالصفحة شنو هذا المقدار راح أوديه للصفحة المقابلة فش أقلب إشارته أسويها سالب رو 1 g في x زائدا h هاي صارت عندي المعادلة جاهزة هسه نجي نسأل نفسنا نقول خل نجي الرو موجودة عندي رو 2 أكيد يعطيني إياها المفروض بالسؤال لأن هو ده يقول لي سائل مثلا كثافته كذا أو كثافته النسبية كذا فأضربها في كثافة الماء راح تطلع لي الكثافة الكتلية أو يعطيك الكثافة الوزنية بعد ما تحتاج تجي إذا أعطاك الكثافة الوزنية ما تحتاج لأن هاي حاصل ضربهن هي عبارة عن الكثافة الوزنية الكثافة الوزنية فيعني أي كثافة ينطيك سواء نسبية وزنية أو كتلية ممكن أنه تحل السؤال طاق كتلية ضربها بجي طاق وزنية ما يحتاج تضربها فقط بالارتفاع تضربها انطاق نسبية تضربها في كثافة الماء في التعجيل في الارتفاع زين هنا من تجي ستصفيها المعادلة راح عندك يكون عندك الروتو اكيد معلومه الجي معلومه الواي هو يعطيك اياها بالسؤال هنا كثافه الزئبق راح تكون معلومه الجي معلومه الاتش يعطيك اياها بالسؤال وهنا ايضا ذني كلها معلومات فمجرد تطبق ارقام تجري العمليات بشكل صحيح حساباتك صحيحه راح يطلع لك الفرق ما بين ضغط النقطه A وضغط النقطه B لهنا واضحه المساله هذا قلنا يهمل هذا يهمل ليش لانه هذا في حاله تعادل ضغط نفس هاي خليها دائما ببالك نفس السائل نفس الارتفاع يكون الضغط متعادل ما يدخل بالحسابات زين خلينا نجي نشوف هذا السؤال يقول من الشكل ادناه بالصفحه المقابله من الشكل ادناه اكتب معادله هنا ما يريد مني عندي ارقام يريد مني بس يريد اكتب له المعادله يعني شوف هو الرسم لو تلاحظه ما بي ارقام فش يقول؟ يقول اكتب معادلة لحساب فرق الضغط بين النقطة A والنقطة B عندي النقطة A هاي النقطة A وعندي نقطة B هذا طبعا هنا اكو هذا انبوب دي يجري بي سائل معين هنا عندي مثل الفتحة او اورفيس يسمى اورفيس او اورفيس فتحة اكو هنا هاي الفتحة من يمر بها السائل راح سرعته تتغير وبالتالي ضغطه ايضا راح يتغير فهو شي يريد؟ يريد يحسب لي فرق الضغط يقول لي هاي النقطة ايش قد فرقها عن هاي؟ فش اسوي انا جبت مانوميتر تبايني، ليش تبايني؟ لأنه لو تلاحظون طرفيه ما مفتوحة للضغط الجوي، هذا مانوميتر مقلوب، يعني شوفوه نفس هذا بس مقلوب، ما معرض إلى الضغط الجوي، معرض لمن؟ إلى ضغط النقطة A وضغط النقطة B. إذا مانوميتر تبايني. فنجي المعادلة ايش يريد هو من عندي؟ يريد من عندي المطلوب طبعا المطلوب من شنو؟ المطلوب PA نفس السهل اللي كتبناه قبل شوي ناقصا PB فرق الضغط هذا اللي يريده من عندي. اللي اسوي شنو؟ اجي احسب بس هنا اريدك شوي تركز وياي. اريدكم تركزون وياي. نجي الضغط هذا A يعني هذا اكتب هنا PA هذا ضغط مو صحيح؟ طبعا الضغط احنا قلنا كمية غير اتجاهية مو صحيح؟ بس احنا هيك راح يعني نصورها هيك حتى نفهمها انه هذا الضغط هسه دا ياثر بالنسبه لهذا الانبوب دا ياثر عليه بهالشكل هذا مو صحيح هو غير اتجاهين هذا من هاي الضغط هناك بكل الاتجاهات هو نفس الضغط
فكمية غير اتجاهي، لكن هسه بالنسبة للأنبوب دي يأثر بهالاتجاه. زين، فأكيد بي اي. بعد عندي هنا شنو الضغوط المؤثرة؟ هسه عندي طبعا هذا سائل معين، هذا نفسه، هذا هم سائل، وهذا ايضا نفس السائل. عندي بس هذا سائل يختلف، اللي هو سائل يسموه سائل المانوميتر، اللي هو عادة زئبق. فإذا هذا مو فراغ طلاب، بس حتى تكونون بالصورة، هذا مو فراغ، هذا كله سائل، هذا سائل، هذا كله نفسه أيضا سائل، حتى يعني نعبركم أنه فيها فراغ أو شيء. هذا كله سائل، يعني نفس السائل أقصد، نفس الكثافة ونفس الكل، مو بس الارتفاعات تختلف. هسه هنا من أجي أنا أجي أحسن الضغط عند النقطة A كتبتها، بعد شنو أقدر أجمع وياها؟ شنو اللي أجمع وياها؟ نفس ال إحنا مو قلنا مثل الميزان، فشنو نفس التأثير وياها؟ عندي هذا ال H، هذا يأثر لي عكس ال A لو ويا ال A، يعني شو خلنا نفهمها؟ يأثر لي عكس ال A، ليش؟ لأنه التعجيل للأسفل، فهو ده يأثر لي عكس ال A، فشكتبه أكتب هنا يساوي، أكتبه من الصفحة المقابلة، أكتب رو جي اتش 1 زين، هذا اكتبه من هنا. بعد اصعد شوي لي فوق، خلي امسح هذا الاحمر لان حتى ليس من ارباك، بس انا اتبينكم يعني لا اكثر ولا اقل. زين، هنا راح نصعد شوي لي فوق، عندي بعد هذا يمثل لي ضغط لو ما يمثل لي ضغط؟ يمثل لي ضغط. زين، بس اجي اصفن لي، اذا ادخله بالمعادله راح يموت ويا هذا، ليش؟ لان نفس السائل ونفس الارتفاع، فاذا شنو هذا؟ هذا راح اهمله، هذا الارتفاع، هذا ارتفاع السائل منه وارتفاع السائل منه، هذا راح اهمله، هذا ايضا، هذا كله راح يهمل، تساوي ضغط نفس السائل ونفس الارتفاع. زين، اذا هذا راح، وين وصلت؟ وصلت عند النقطه 2. النقطه 2 اجي منه هذا الارتفاع احسبه؟ لا ما احسبه، ليش؟ لان هذا الارتفاع ميت ويا من؟ ويا هذا، نفس السائل ونفس الارتفاع، اذا اعوفه. هسه وين وصلت؟ وصلت النقطة 3، وصلت إلى النقطة 3. النقطة 3 هاي من أجي أشوف الـ H2، هذا لا، هذا ينحسب، ليش ينحسب؟ لأنه سائل زئبق يختلف عن السائل القديم، ما أقدر أطرحه ويا هذا، صح هو نفس الارتفاع بس هذا سائل شكل وهذا سائل شكل، فما ينطرح. زين، فإذا شو أسوي؟ أحسبه، شلون أحسبه؟ وين أخليه؟ هذا الـ H دي يأثر لي كأنما دي يدفع لي السائل بهالاتجاه، لو دي يدفع بالعكس منو يقول لي؟ دي يدفع هذا ال H ارتفاع عمود الزئبق، دي يدفع السائل يعني بهالاتجاه، دي يدفع كأنما، لو دي يدفع بالعكس؟ لا، ليش بالعكس؟ ليش بالعكس؟ هذا دي يسلط وزن، يسلط وزن، فده يدفع بهالاتجاه هو المفروض، صح لو غلط؟ ها وياي؟ يدفع للبي؟ ليش يدفع للبي؟ ليش؟ مو هذا بس انتبهوا عليه طلاب، هسه هذا قلنا هذا ال H1 ده يدفع وين؟ ده يدفع ضد ال A، يعني ال A ده يحاول انه يدخل للداخل، ضغط اكو هذا الانبوب بضغط معين، فالسائل دي يحاول يدخل للداخل، هذا الضغط الارتفاع عمود ال H السائل مو بيوزن، دي يحاول انه يعاكسه، ولهذا وين كتبناه بالطرف المقابل. سنجي هذا ال H، هذا ال H دي يحاول يشتغل ضد ال A لو ضد ال B، شلون ضد ال B؟ شلون ضد ال H؟ هسه خلينا نجي دني، هسه حتى لو ماكو بي، هذا عنده ارتفاع، فهذا ارتفاع ده يشكل وزن، مو صحيح ده يدفع منه، هذا ده يدفع منه، هذا ده يدفع منه، من أن نوصل هذا ال A ده يدفع ضد ال A لو هي ال A، ال A هيجي، ال A هيجي، وال B شنو؟ هيجي، فضد ال A ده يدفع، فوين أكتبه؟ أكتبه ويا ال A لو أكتبه ويا صفحة الصفحة المقابلة؟ أكتبه ويا الصفحة المقابلة، فأقول زائدا رو المن للزئبق. هاي مثل يعني ميركوري او تكتبوها اتش جي كيفكم، ميركوري هذا زئبق، الجي هاي خوب ثابته، والاتش يا اتش اكتب الاتش 2، هاي خلصنا معنا.
زين هسه اجي انتقل الى ال ها ننتقل وين؟ ننتقل هنا، هذا احسبه؟ لا ما احسبه، ليش؟ لانه نفس السائل ونفس الارتفاع، فهذا هاي منه نفس السائل ونفس الارتفاع، فهذا كله يموت عندي ما احسبه. اجي من النقطة 5 إلى النقطة B، من النقطة 5 إلى النقطة B، هذا الارتفاع احسبه لو ما احسبه؟ هذا الارتفاع ينحسب، بس انا المفروض كان شو اسوي؟ المفروض كان شو اسوي؟ شو اقول؟ اقول يابا انا شنو عندي؟ عندي هذا، فد لحظه بس خلينا، هذا الارتفاع هو شنو؟ مثلا خلينا نفترض ماء، هذا اللي يضرب الانبوب، هذا ماء ارتفاعه نفس ارتفاع شنو؟ هذا الارتفاع، مو صحيح؟ هذا هم ماء، مو؟ فايش راح يصير عندي؟ راح اقول هذا كله راح يروح عندي ويا هذا. بس انا ليش حسبت لكم ال H1؟ ليش حسبت لكم؟ لانه ال H1 هسه راح تروح، ال H1 هسه المفروض هم تروح. زين يبقى لي فقط يمكن اصور ال H2، هسه خلينا نكمل ونشوف. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بعد شنو اضيف؟ خلي اضيف هذا ايضا، خلي اضيفه كل هذا. شو يساوي لي؟ يساوي لي H1 زائدا هذا شنو؟ هذا H2 يعتبر نفس هذا H2، مو صحيح؟ H1 زائد H2. فش اقول؟ اقول زائدا، ها العفو قبل الزائدا، هذا ياثر لي ويا ال A لو ويا ال B، هسه هذا ياثر بهالاتجاه، يعني بدون اتجاهات بس بشكل عام، ياثر ضد ال B لو ضد ال A، ضد ال B، فوين اكتبه؟ اكتبه ويا ال A، اقول زائدا زائدا رو جي H1 زائدا، هنا اكتبها زائدا H2. صحيح؟ H1 زائد هاي H1، هاي H2، هاي H1، هذا عبارة عن H2 زائد H1. خلينا نجي نشوف بعد ما نصفي المعادلة شنو اللي راح يصفى لنا. ايش راح اسوي؟ شوف هنا حكتبها بغير لون. ها بعد شنو ناقصنا طلاب؟ نسينا احنا، اكو نقطة نسيناها. هنا بعد عندي هو الأبي الـ PV، مو هذا هم بيضغط. زين. لسه من نجي نحسب، خلي بس نشيك هالمعادلة، ال PA قلنا هذا منه، هذا اللي يأثر وياه، ال رو جي اتش هذا مال يهوى، قلنا رو جي اتش هذا وين؟ رو جي اتش هذا اتش 1، ودا يصير عندنا هذا اللي يأثر قلنا عكس، وهذا اللي يأثر مال الزئبق، اللي يأثر أيضا عكس ال A. فهسه نجي نصفي هالمعادلة مالتنا، شو نقول؟ نقول يابا ال PA، بس لحظة شيء صار، ال PA ناقصا ال PB، وديت ال PB الطرف الايسر، يساوي اكتب هذا كله رو جي اتش 1 زائد رو للزئبق جي اتش 2 المن للزئبق ناقصا هذا المقدار اللي هو شنو؟ هنا حكتبه جوا رو جي اتش 1 زائد اتش 2. زين هسه اذا اريد اوزع الروجي، هاي الروجي اوزعها على هذا القوس، هسه واحد يقول لي ليش؟ اقول له هسه اصبر وياه، هسه اقول لك ليش. خلي اوزعها، فشو تصير؟ تصير رو جي اتش 1 زائدا، العفو لا، هنا من اوزع هالقوس شو تصير؟ بس اذا انتبهوا لي، احنا ايش قلنا؟ قلنا ناقصا رو، ما اكتبها لي جوا، رو جي هاي دا اكتب هاي يعني اتش 1 زائدا H2. فايش راح يصير من اوزعها على القوس؟ راح يصير بس اشيل القوس هذا، يصير رو جي H1 زائدا زائدا رو جي H2، وقدامها شنو؟ قدامها علامة سالب، فالسالب ايضا تدخل على اثنيناتهم، مو صحيح؟ فهنا ايش راح يصير؟ هاي السالب هي مال الأولى، وهاي تصير أيضا سالبة. رو هاي سالبة أيضا حصير. فهسه من أجي أطرح، من أجي أصفي المعادلة، هاي هذا المقدار، هذا المقدار مساوي لهذا، إشارته موجبة، وهذا شنو إشارته؟ هياتها هاي إشارته سالبة، فراح شنو؟ ينطرح. مو قلت لكم هذا راح يروح؟
فانت شو تسوي؟ مرة انت تقدر تحسب، اذا كلها تقدر تحسبهن، هاي لغينا، العفو مو هذا، هذا وهذا كلها تقدر تحسبهن. احنا ليش لغيناها؟ لغيناها لانه انت حتحسبها، ما تحسبها هي راح تنطرح. فاحنا من البداية كان ايش نقدر نسوي؟ ايش نقدر نسوي؟ هنا على الرسم صراحة اشرح لك. راح نجي نصفا نقول يابا هذا الارتفاع النقطة من 5 للبي هو نفس الارتفاع ونفس السائل، اذا هذا كله الغي، هذا كله شنو؟ اللغة راح. بعدين اجي اقول يابا عندي هذا المستوى، هذا كله يلغي. زين، هذا يلغي ما يلغي، ليش؟ ما عندي شيء الغي وياه. زين، يجي على هذا كله ملغي. ايش بقى عندي؟ لو تلاحظون المعادله ما تشبقها، بقى عندي هذا الارتفاع، ارتفاع الماء وارتفاع الزئبق فقط. فهنا هسه خلينا نجي نشوف حكينا صح ولا خطا. خلينا نمسح الشغلات اللي لغيناها، هاي خلينا نمسحها اللغت، هاي خلينا نمسحها اللغت. بقى عندي شنو؟ بقى عندي هسه حزحفها شوي لي جاي رو جي اتش 2، نمسح هاي، نكتب ناقص رو جي اتش 2، بس هاي الرو مال مي مو مال الزئبق. فهسه شنو انت هسه بدون معادله من الرسم ايش بقى عندك؟ اذا تقول ان الفرق بين النقطه اي والنقطه بي معادل الى او مساوي الى الفرق ما بين عمود ضغط عمود الزئبق وضغط عمود الماء اللي هو شنو هذا؟ خليني امسح هذني كلها. يعني صار عندي النقاط المؤثرة هي فقط هي هاي، هذا اللي هنا حده وهاي، وبالفعل هي هاي المعادلة مالتي صار. يعني شوفوا ايش قد معقد هو، ورحنا وجينا، بس كلها تقريبا ملغية. يعني هذا كله ملغي، هذا عندك ملغي، هذا ملغي، هذا ملغي، هذا ملغي، بقى عندي فقط هذا الارتفاع، ارتفاع الماء. ليش ما لغينا ويا هذا الارتفاع؟ لأنه السائل يختلف. فحسبنا رو جي اتش 2، ما ادري هنا صارت واضحة. زين، خلينا نقلب الصفحه نشوف اذا اكو توضيح اخر. طبعا هاي هنا هو ذا يقول لك انه شلون صارت ككتابه، يعني شوف هاي ككتابه شوي طباعه مرتبه. شوفوها زين قبل ما نقلب الصفحه. لاحظوا هنا سوى بي اي ناقصا، هاي اني ما سويت رو جي، سويت جاما، يعني الكثافه الوزنيه اللي هي عباره عن الرو في الجي. يعني هاي من تشوفون ايش يعني، هاي كامله رو في جي. فالاتش 1 ناقص الاتش 2، بعدين ما ادري شنو اخر شيء، صفالنا اخر شيء صفالنا الجاما اللي هي رو جي اتش 2 اللي هو هذا. زين، وصفالنا ايضا الرو جي اللي هي هاي جاما اتش 2 المن، الاتش 2 هو ثابت، بس الجاما مره جاما 1 وجاما 2، يعني واحده للزئبق وواحده الى الماء. هذا هو ما اريد اوصل لكم الفكره بالنسبه الى المانوميتر التباين. خلينا نجي نشوف بعد شنو عندنا. ونقدر طبعا نطلع الاتش هنا عامل مشترك، مثل ما هو نطلع عامل مشترك، يصير عندنا الاتش 2 اللي هو هذا نفس هذا مضروب في الفرق بين الكثافتين، كثافه الماء وكثافه الزئبق. هاي شنو هنا؟ هاي هنا اخر واحدة يمكن بيها شيء يعني غلط. هاي اخر واحدة سيكون ارتفاع عمود الزئبق اتش 2 يقابل نفس الارتفاع من الزئبق ايضا وليس الماء، وبالتالي هنا شوف عندنا سؤال ثاني يقول وكيف سيكون ارتفاع عمود الزئبق في حال تساوي الضغط عند، يعني هو فرض قال يابا اذا الضغط هنا متساوي عند الضغط هنا شنو اللي راح يصير؟ نقول له يابا اللي يصير انه الاتش 2 راح مساوي لهاي الاتش 2 لكن مو ما راح يكون اثنيناتهم نفس الكثافات، يعني اثنيناتهم زئبق، فراح يكون الزئبق عنده مستوى واحد. مثل ما قلنا لكم قبل شوي، قلنا لكم اذا تساوى الضغط فالزئبق راح يكون بمستوى واحد، ماكو مستوى اعلى من مستوى. بينما هنا لا، لاحظوا الاتش 2 اعلى، يعني من ارتفاع الزئبق هنا اعلى من ارتفاع الزئبق عند هاي النقطة. فراح يتوازن الضغط في حال انه من يشوف الزئبق بمستوى واحد، قول الضغط متساوي.
طلبتنا الأعزاء، هنا عندنا بعض الأمثلة اللي على المانوميتر التبايني أو الديفرنشال مانوميتر. نجعل المثال اللي هو على اليسار، خلينا نسميه مثلا، نرمز له بالرمز A مثلا، هذا نرمز له بالرمز B، وهذا بالرمز C مثلا. خلينا نجعل ال A هنا بال A، من راح نجي نشوف، راح نشوف انه شنو الضغوط المؤثرة. طبعا راح امسح هسه هاي الضغوط المؤثرة، شنو هي راح تصير؟ أول شيء عندي شو أريد أني؟ أريد الـ PB ناقصاً الـ PC، هذا اللي أريده أني. بس قبل ما أكتب هاي المعادلة لازم شنو أكتب؟ أول شيء الضغوط اللي مع الـ B، خلينا نقول اللي صلت قوة مع الـ B، ومقابلها برا يساوي، هاي خلي هنا يساوي الضغوط اللي صلت ضغط مع الـ C. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي البي بي دي يأثر، خلينا نقول القوة مالته يعني دي تأثر للأسفل. فهنا شنو اللي عندي راح يصير؟ أول شيء عندي هذا ضغط عمود السائل اللي هو ضغط عمود الماء، هذا ضغط عمود الماء اللي هو منا إلى هنا، هذا راح يروح ويا من؟ ويا ضغط عمود الماء اللي هو منا إلى هنا، إذا يلغى، ما راح أخذه بنظر الاعتبار. النقطة الثانية وين؟ النقطة الثانية عندي ارتفاع عمود الزئبق اللي هو من هنا إلى هنا، هذا جزء من عنده راح يأثر، اللي هو هذا جزء من عنده راح يأثر من هنا وفوق، وهذا كله راح يلغى. ليش يلغى؟ لأنه سائل واحد وبنفس الارتفاع، هذا يلغى. زين، وعندنا بعد شنو؟ خلينا نأشر الشغلات اللي راح تلغى. قلنا هذا من هنا إلى هنا أيضا هذا يلغى، هذا كله إلى هنا يلغى إلى هذا الحد، وهذا ايضا منا الى هذا الحد، هذا كله يلغى. ايش بقى عندي؟ بقى عندي ارتفاع عمود الزئبق اللي هو هذا، ارتفاع عمود الزئبق ال H1، وارتفاع عمود الماء ايضا هو يساوي H1. فايش راح يصير عندي؟ ال PB اجمع وياها شنو؟ اجمع وياها ارتفاع عمود الزئبق، ال رو للزئبق جي و H1. ليش؟ لانه هذا ضغط عمود زئبق القوه مالته، من احسب الضغط مو القوه على المساحه، فالقوه مالته للاسفل، وضغط البي ايضا للاسفل القوه مالته، فراح تكون بنفس الاتجاه، اعطيها اجمعها مع بعض. البي سي ايش راح يصير؟ البي سي راح القوه مالته تاثر بهالاتجاه، وهذا ضغط عمود الماء راح ياثر بهالاتجاه، اذا اجمعها مع بعض، البي سي زائد البي سي مقصود الضغط عند النقطه سي، واجمعها مع الرو المل للماء جي وال H1 هي نفسها، وها هي. فهسه من اغير المعادلة، يعني اغير الشيء اللي انا اريده، اسوي PB اطرح من عنده PC، احول PC الى الطرف الايسر، اصير اشارة سالبة، يساوي الرو جي H1، هذا نفسه يبقى ما احوله، هذا نفسه، واغير اشارة الرو ام جي اتش 1 هذا وانقله الى هذا الطرف، اصير سالب رو ام جي اتش 1. اذا اطلع عامل مشترك اريد، اقدر اطلع طبعا الجي والاتش، اقدر اطلعهن عامل مشترك، او اقدر شو اقول ويساوي الاتش 1 عامل مشترك اطلعه، الرو جي الرو للماء ويا الجي راح تصير جاما للماء ووتر، ما راح اكتب يمها يعني معروفه ووتر، ناقص الجاما المن للزئبق، هاي راح تصير المعادله مالتي اللي راح احسب بيها فرق الضغط ما بين البي بي والبي سي. هذا بالنسبه الى الرسم اي. الرسم بي هسه اذا امسح عني هذا الرسم بي، شنو اللي راح يصير عندي؟ اللي راح يصير عندي، بس خلي اكمل هذا مسح، ايش عندي؟ عندي هنا ضغط عند ماء مضغوط في النقطة بي، وماء مضغوط عند النقطة سي، وما بينهما يوجد ايضا ماء ويوجد زئبق، الزئبق باللون البني الغامق. هنا شنو اللي راح يصير؟ عندي ارتفاع عمود السائل او ارتفاع عمود الماء اللي هو من هذه النقطة الى هذه النقطة، هذا ماء، هذا الارتفاع وين راح يروح؟ راح يحذف مع هذا الارتفاع، لانه ماء ونفس الارتفاع، اذا هذا يلغى وهذا ايضا راح يلغى. زين،
طبعا احنا قلنا الضغط لا يعتمد على مساحة القاعدة، فانت ما حتى لو هذا تشوف انبوبة صغيرة وهنا صار عندي انبوب كبير او خزان كبير ما يأثر، احنا نحكي ارتفاعات، فهذا يلغى ويا هذا. زين، نجي على نقطة ثانية، انه هذا الارتفاع يحسب ام لا يحسب؟ هذا الارتفاع يفترض ان يحسب. ليش؟ لان انا اذا احسب من النقطة بي، فهذا ايضا ارتفاع عمود سائل هذا، فممكن انه لازم احسبه. فشلون راح تصير المعادلة مالتي؟ راح تصير المعادلة كالاتي، خلي انا شوي امسح حتى لا تصير، راح تصير المعادلة كالاتي: الضغط بي عند النقطة بي يساوي، اكتب وهنا الضغط بي عند النقطة سي. زين، الضغط بي عند النقطة بي دي يأثر، خلينا نقول كقوة، إذا ناخذه كقوة دي يأثر إلى الأعلى. الضغط هذا اللي هو شنو؟ شي يعبر لي رو علما للزئبق جي والاتش 1، هذا ضغط عمود السائل، القوة مالته تتأثر للأسفل، مو يعني عكس البي. فوين أكتبها؟ أكتبها بالطرف الآخر، أقول زائدا رو علما للزئبق جي اتش، يا اتش الاتش 1، هذا راح. زين، من اجي اصعد، هذا ملغى، مو قلنا هذا يلغى؟ هذا كله ملغي، هذا راح يصير عندي ملغي. زين، راح انتقل وين؟ الى الاتش 1 لكن للماء، هذا الاتش 1 للماء، هذا محسوب لو محسوب؟ محسوب، لانه ما حذفته مع شيء اخر، لكن دي يأثر القوة مالته تتأثر بأي اتجاه؟ القوة مالته تتأثر باتجاه الأسفل، يعني كأنما ضد السي مع البي، فأخليه مع البي، أقول زائدا رو للماء طبعا جي اتش 1. بعد شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا الـ H2. الـ H2 هنا ارتفاع عمود الماء، هذا ارتفاع عمود الماء اللي أنا مأشر عليه، هذا شوفوه، هذا وين اخليه؟ هذا ضد السي مع البي، فوين اضيفه؟ اضيفه مع البي، يعني هنا راح اضيفه انا هسه لانه ماكو مكان، راح اقول رو جي اتش 2. هنا المعادله مالتي شلون راح تصير هسه الان؟ راح تصير عندي كالاتي: بعد ما اجيب يعني انقل الاطراف هاي البي سي اوديها هنا وذني اوديهن بهذا الاتجاه، راح تصير عندي المعادله كالاتي: راح تصير عندي ال PB ضغط النقطة B ناقص ضغط النقطة C، يعني أريد الديفرنشال الفرق بيناتهم، يساوي ال رو ام، هاي نفسها بقيها رو ام جي اتش 1، هاي نفسها تبقى، أخلي يمها ناقص لأنه حنقلها غير إشارتها، هاي رو جي اتش 2 ناقص رو، في اللحظة ناقصا رو جي H1. إذا أريد أطلع عامل مشترك أقول ويساوي هنا راح يصير عندنا، خلينا نعيدها هنا بشكل أوضح، تكون عندنا الضغط عند النقطة B ناقصا الضغط عند النقطة C يساوي، شي يساوي؟ يساوي الرو المل للزئبق، هذا ضغط عمود الزئبق جي اتش، يا اتش اتش 1 ناقصا بعد ما حول الاطراف اللي سبق وان ذكرناها رو المن للماء جي اتش 1، هذا طرف، ولا تنسى الاتش 2، هذا اقول ناقصا رو جي اتش 2. ليش اثنينات الناقص؟ لان اثنينات قوات تتاثر بنفس الاتجاه. فهنا اذا اريد اكمل المعادله ارتبها بشكل ارتب، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ويساوي رو ام جي اتش 1 ناقصا، اطلع الرو جي عامل مشترك، كثافه الماء والتعجيل الارضي عامل مشترك، فايش راح يصير عندي؟ اتش 1 ناقصا الاتش 2. فهذه المعادله راح تبين لي الضغط ما بين النقطتين بي بي وبي سي. طبعا هي كل حاله لها خاصيه معينه، لازم احنا نجي ندرسها وعلى الرسم نحدد شنو الضغوطات اللي محسوبه
وشنو الضغوطات اللي هي راح تكون لا تحسب أو محصلتها راح تكون مثل ما نقول إحنا صفر عند يعني متساوية نفس المادة نفس الكثافة أقصد ونفس الارتفاع. نجي على الرسم الآخر اللي هو اللون الأخضر على اليمين. هنا إيش راح يصير عندي؟ راح نجي نشوف على الرسم نحدد قبل ما نكتب المعادلات. عندي هنا نقطة B بها ضغط معين والنقطة C بها ضغط معين اثنينات الماء. عندي ال H1 هنا لو تلاحظون هذا ارتفاع ال H1 نفس هذا الارتفاع. فإذا أقدر شو أسوي؟ أقدر ألغيهم. هاي خلينا نخلي عليها علامة حتى نعرف إنه هاي ملغي هذا الارتفاع ملغي مع هذا الارتفاع. وهنا أيضا هاي كله راح يكون ملغي ما عندي شيء هنا. نجي على الزئبق هذا باللون الأخضر الغامق هذا هذا يجب أن يحسب. إذا هذا شنو أخليه رقم؟ هذا أخليه بنظر الاعتبار أخليه أما إشارة أو أخليه أما مثلا رقم واحد حتى أعرف إنه هذا يحسب. هذا هنا عندنا هذا ما عندنا مشكلة به هذا الجو ما يحسب. عندي أيضا هذا ارتفاع هذا الارتفاع هذا يحسب لو ما يحسب؟ يحسب لأنه ما عندي شيء يعني ينطرح من عنده حتى يروح أو أقدر أختصره. فشلون راح يصير المعادلة مالتي الآن؟ ببساطة أقول الـ PB وهنا أكتب PC حتى أشوف شنو اللي هو الـ PB وشنو ويا الـ PC بالنسبة للقوى المؤثرة. فنجي الـ PB شنو اللي ذا يأثر وياه؟ نجي على الزئبق اللي هو رقم واحد وهذا عندنا رقم اثنين. رقم واحد الزئبق ذا يأثر كقوة يعني إذا قوة على ضغط في مساحة تصير قوة. فكقوة دي يأثر مع البي لو عكس البي بالطبع دي يأثر مع البي فأخليه هنا زائدا رو المن للزئبق مثلا على سبيل المثال جي اتش. طبعا مو شرط زئبق يعني اي سهل بس هو الغالب استعماله يكون زئبق يا اتش الاتش 2 هاي الاتش مال الزئبق. العمود الماء دي يأثر ويا من دي يأثر مع السي ضد البي فأخليه ويا السي زائدا رو الماء ما راح اكتب يمه هو ماء معروف جي H3. فهنا المعادلة ما تحصير كالآتي راح تصير ال PB بعد يعني تعديل المعادلة ونقل الأطراف إلى هاي أنقل هنا وهاي أنقل هنا يحصير يساوي رو G ل H3 هاي للماء ناقص رو للزئبق G H2. هاي نقدر نطلع G عامل مشترك أو نقدر نخليها ماكو مشكلة تنحل. راح نعرف الفرق بالضغط عن طريق هذه المعادلة. فلاحظوا طلاب كل حالة انتم كنتوا تعرفون شنو الضغوطات اللي ممكن انه تكون داخلة بالحساب وشنو الضغوطات اللي هي راح ما تدخل بالحسابات لانه اكو ضغوطات مثلا خلينا نقول متعاكسة او شيء من هالقبيل او قواها متعاكسة. فارجو ان لحد هاي النقطة هسه انتم تكونون فهمتوا انه شلون راح تصير عملية حساب الضغط بالنسبة للمانومترات التباينية. وأيضا طبعا هي هناك حالات كثيرة حطيكم يعني أمثلة أريدكم أنتم تحاولون تفكرون بها وتشوفون شنو شلون طريقة الحل مالتها لأنه هاي جدا مهمة أمامك موجودة. خلينا نجي هنا هذا السؤال بيفت فكرة جدا مهمة انتبهوا له طلاب وياي لو يعني وياي صوت واضح ممتاز اذا راح الصوت بس بلغوني يعني شوف رسائل الدزولي او شوف شلون ماشي زين. هسه شو يقول عندي هذا شوي سؤال بس شوي ركزوا وياي. يقول ماء يجري في انبوب هذا ماء يجري في انبوب هذا الانبوب مائل بزاويه 30 درجه هاي الزاويه ماء 30 درجه. طبعا هنا يقول لك ماء اللي هو مطيك 30 منه من تجي هاي تسويها تمد هذا الخط مثلا هيك شيء زين وتمد هيك خط هذا خط هيك تمده وهذا هيك فراح تكون هاي الزاويه وهاي الزاويه شنو بالتبادل يعني هاي 30 وهاي ايضا هم 30 يعني هاي ايضا هي 30 بالتبادل ويا هاي صح. من عندنا هيك زاويتين من عندي خط وخط موازي له وخط مائل يقطعهم فهاي الزاويه تساوي هاي الزاويه بالتبادل. فهنا عندي ايضا هو من دي يقول لي الميل 30 ايش مطيني مطيني هاي 30 فاني ايش اقول اقول اذا بالتبادل هاي هم راح تكون يعني هاي الزاويه راح تكون ايضا 30 زين. يقول كما واضح في الشكل هذا الرسم
حيث كانت قراءة المانوميتر الزئبقي. هو المانوميتر الزئبقي هذا ال H هاي تساوي 12، هو كاتب لك اياها بالرسم H لكن هو مطيك اياها تساوي 12، يعني هنا نقدر نقول H تساوي 12. 12 شنو؟ سنتيمتر. هاي الوحدات حتى تنسوها، 12 سنتيمتر. يقول ما فرق الضغط بين النقطتين A1 والنقطة 2، بين النقطة A يعني 1 و2 اللي هي P1، يعني هنا P1 ناقص P2 يريد، علما ان الكثافة النسبية للزئبق 13.6. هنا السؤال شلون احله؟ بس شوية وياي يعني حتى تساعدوني بالحل. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الP1 يساوي، خليني اكتبها هنا شوية، يلا هنا الP2 هو بالحقيقة ما يساوي، بس انا كتبت الطرفين حتى اشوف شنو ويا الP1 وشنو ويا الP2. زين الP1 شنو الشيء اللي دا يأثر وياها؟ يعني هسه الP1 هذا منه اكو دا صلت لضغط معين، مو صحيح؟ اللي دا يأثر لي وياها شنو؟ دا يأثر لي وياها ضغط هذا مو ماء، مو ارتفاع ماء، هذا دا يأثر لي وياها صحيح؟ يعني هذا الارتفاع اللي هو H1، هذا هسه لو نمده هيجي، هذا الارتفاع مال الماء دا يأثر لو ما دا يأثر؟ دا يأثر، دا يأثر مع لو عكس ال1 معها، فاكتب هنا زائدا رو جي اتش، ما منطيني 1 و 2، يعني هو الاتش منطيني اياها بس فقط وحده. زين هسه هذا راح نجي ننزل شوي لجوا، هذا ارتفاع الزئبق، هذا زئبق باللون السمائي، هذا ينحسب؟ الجواب لا. ليش ما ينحسب؟ لانه هذا نفس السائل ونفس الارتفاع، فشنو؟ واحد راح يلغي الثاني، هاي كلها راح تروح، ما عندي مشكلة بيها. زين نجي على هذا الارتفاع، هذا ينحسب لو ما ينحسب؟ ينحسب نعم. ليش؟ لأنه ماكو فد شيء يلغي وياه، هذا ما هذا زئبق. إذن هسه هذا ال H دي يأثر لي مع ال 2 لو ضد ال 2، دي يأثر لي مع ال 2، إذن شكلي بقول زائدا رو جي H، بس الرو المن للزئبق، زين رو للزئبق تسميها رو 2 رو M كيفك، اي شيء تسميها، اهم شيء تعطيها فد اسم يختلف عن الرو مال الماء. زين هسه يجي واحد يسأل يقول لي زين مو عندي هذا هم بعد ارتفاع، هذا انت ما معطيني اياه، شلون احسبه؟ يلا شلون احسبه لهذا؟ اجت هيجي مسألة واريد انا احسب هذا يأثر لو ما يأثر، لو يهمل شو تقولون؟ ها طلاب وياي؟ نعم يأثر. زين شلون احسبه؟ شلون احسبه؟ انا هسه ما عندي، ما معطيني اياه بالسؤال. نعم شلون؟ تفضلي يعني يساويها هو هسه، هذا ايش قد يساوي لي هذا انا اقصد هذا الارتفاع. نعم 30 هاي زاوية، 30 زاوية، بس انا شلون اقدر احسبه؟ اقول له يابا انت مو اعطيتني هاي الزاوية، قلت لي هاي الزاوية 30، هاي الزاوية من هنا خلينا نعتبره، هاي الزاوية مو اعطيتني اياها 30. زين انا هذا بالنسبة للزاوية 30 شو يعتبر؟ هذا شيء بالنسبة للزاوية 30 شو يصير من عندها؟ مقابل لو مجاور؟ لا ما يحتاج نحلله، هو هذا شيء يصير يسموه مقابل لو مجاور بالنسبة لهاي الزاوية 30، هاي 30 هذا مقابل لو مجاور؟ هذا مقابل يعني هذا عندي المجاور، هذا المجاور مالتي، فالمقابل وين راح يصير؟ طبعا هو احنا الرسم حتى يكون ادق شويه المفروض نمده هذا من ناحيتي، هذا شوفوا من هاي النقطه، هذا كله هذا صار عندي مثلث هنا، هذا الارتفاع انا اريده. زين هو منطيني الزاويه هاي 30، وش منطيني بعد؟ من يقول لي ايش منطيني؟ بس بقى على الرسم
المسافة دكتور ايش قد ايش قد المسافة؟ مترين. مترين، هاي المترين كلش ممتاز. هاي المترين شو تمثل لي؟ مو تمثل لي تمثل لي المجاور مال 30؟ هاي المترين مو نفسها هي هاي؟ إذن هاي صارت 2 متر، وعندي الزاوية أقدر أطلع المقابل أو ما أقدر؟ أقدر أطلع المقابل. شلون أطلع المقابل؟ أجي على عندي أشوف من ترين، عندك زاوية وعندك ضلع مفقود، تجي تشوف وش منطيك، منطيك وتر، وأنت تريد شنو؟ تريد مقابل، وهو منطيك شنو؟ وتر. إيش تستخدم يا دالة من الدوال المثلثية؟ مقابل على الوتر شنو؟ ساين، وصحيح؟ زين، انطاك مجاور، يريد مجاور، وانطاك وتر، وتر اقصد به هذا، هذا وتر. زين، ايش تستخدم ليا زاوية؟ كوساين. تستخدم ها تستخدمون كوساين. زين، انطاك مقابل مثلا، انطاك مقابل وعفوا يريد مقابل وانطاك مجاور، او بالعكس يريد مجاور انطاك مقابل، ايش تستخدم له؟ التان اللي هي شنو؟ مقابل على الوتر. فهسه هو هنا ايش منطيني؟ منطيني مجاور، وش يريد؟ مقابل. ها فايش استخدم له يا داله؟ تان. استخدم له التان. فاذا ايش اقول له؟ اقول له يابا شغلتك سهله، بس اهم شيء خلينا نعرف انه هذا ياثر ويا ال2 لو ويا الاي ويا ال1 وياثر ويا ال2. فاكتبه من صفحه ال2 اقول زائدا رو جي الاتش. هذا شو راح اكتبه؟ انتبهوا هنا، حقول 2، هاي الاثنين هياته، هاي المترين اللي جوا اللي هي المجاور، الاثنين يعني المجاور، 2 في مضروبه في تان 30. ليش؟ لانه تان 30، تان 30 هسه بهذا السؤال شو تساوي؟ تساوي المقابل اللي انا اريده ما اعرف ايش قد على 2، الاثنين يا هو هذا، هذا مجاور 2. زين، اذا اريد المقابل طرفين وبسطين راح يصير تان 2 تان 30، هاي 2 تان 30. نحل السؤال، هاي نحل السؤال، ما عندك بعد اي مشكله دي. تجي مجرد بس تعوض، شو نعوض؟ خلينا نجي نعوض حتى نشوف شنو. ها قبل ما نعوض، هو شو يريد؟ يقول فرق الضغط، فانقل ال P1 انقل لها بصفها ال P2 تصير سالبه، يساوي رو للام جي تعجيل اتش عفوا زائد هاي هسه كتبتها رو جي 2 تان 30 عفوا. هذا المقدار اوديه واطرحه للصفحه المقابله رو جي اتش. خلينا نجي نشوف، هاي طبعا هنا وين اكو، ويساوي كثافه الزئبق ايش قد مطيني اياها؟ 13.6. احسنت، كثافة نسبية. لازم شو اسوي؟ اضربها في كثافة الماء اللي هي الف، ها في التعجيل 9.81، في الاتش ايش قد مطيني اياها؟ الاتش 1 ال 12. هنا طلاب ال 12 استخدمها 12 لو احولها متر، من يقول لي؟ خلينا نجي نشوف الكثافة مالتي بها الالف ها شنو؟ كيلوغرام على المتر المكعب. التعجيل 9.81 شنو؟ متر على الثانية تربيع، يعني شوف متر مكعب متر، ما يصير اخلي وياه سنتيمتر. فش اسوي؟ احول. اها جدا ممتاز، حكيت بغير لون حتى تعرفون اكو تحويل صار هنا، 12 على 100 هذا صار متر. هذا يا طرف، الطرف هذا اول مقدار، هذا اول مقدار. نجي على المقدار الثاني، شو اقول؟ اقول زائدا الرو المن، رو للماء، هذا رو للماء، فالف هذا خلي بين قوسين جي 9.81 في الاتش ايش قد؟ ايضا 12 على 100، مو صحيح؟ 12 على 100. زين، اطرح من عنده شنو هنا؟ حكتب اكمل هي جوا، اطرح من عنده الرو المن للمي، الجي المن، احنا ايش سوينا هسه؟ وين وصلنا؟ لا العفو اسف، طفرت هاي ام التان، طفرتها لازم اكتبها، اسف. هنا عندنا الرو المن للماء اللي هي الف،
والتعجيل ايضا 9.81. بقى عندي شنو هذا المقدار؟ هسه انا ما اعرف ايش قد بالصفحه اللي اقوم طلع الناتج، هذا المقدار ايش قد يطلع اخليه هنا؟ هذا اخليه بين قوسين، زين، ناقص رو المل للماي اللي هي الف جي تعجيل 9.81 في الاتش اللي هي شنو 12 على 100. سؤال، ليش هذا ال 12 الارتفاع نفس هذا 12 ليش ما لغيته؟ لانه هذا للزئبق وهذا المن، يعني هذا بي اتش وهذا بي اتش، ليش هذا من لغوي هذا مع العلم هاي اشارته سالبه؟ احسنتم، الكثافه راح تكون مختلفه. زين، فيطلع لي فد رقم معين، راح اقلب الصفحه لانه الحل يكون مطبوع شويه ارتب. بس خلي اقلب الصفحه شويه. هاي نعم، لاحظوا هذا الحل مطبوع، راح يجي نتبع على السريع من جديد. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال P1، هذا ال P1 زائد الرو لل W الووتر جي اتش، هذا اقصد به، هذا كله ملغي قلنا نطفر الى هذا الصفحه. هذا اذا الضغوط كلها تاثر بنفس يعني بنفس الاتجاه خلينا نقول. فضغط نقطه 2 زائد الرو المل للووتر هذا في جي تعجيل في 2 هاي الاثنين تان 30 اللي هو هاي 30 زاويه هنا طلع لي هذا الارتفاع، زائد الرو المل للزئبق جي في الاتش للزئبق. بعد ما تغير المعادله راح يطلع لك اخر شيء هاي المعادله النهائيه. لهنا صار واضح طلاب الفيكه الوحيده انه هذا الميل، اذا عرفته فانت ما راح يكون عندك اي مشكله. وايضا التحويل، تحويل ال 12 الى متى؟ هذا ايضا الحل يعني كامل يكون موجود، عندك الكمية كامل ان شاء الله. زين، هسه عندنا اخر شيء حتى نختم المحاضرة، عندنا المانوميتر المائي اللي يسموه انكلايند تيوب مانوميتر. هذا المانوميتر المائي ايضا راح يدخل به الزوايا، يعني راح يكون به اكو زوايا. هسه شلون راح افهم لكم اياه؟ يقول يستخدم لقياس فرق الضغط بين نقطتين، اذا هو اخو من؟ اخو المانوميتر التبايني، هم يقيس فرق الضغط بين نقطتين. وبين انبوبين بين خزانين اهم شيء بين نقطتين، ويكون الانبوب المتصل باحدى النقطتين مائلا بزاويه مقدارها ثيتا. هاي الزاوية خلينا نفترضها تيتا، هاي نعطيك اياها هنا، لاحظ تيتا. ويحسب فرق الضغط بين النقطتين اي حسب ما يلي، خلينا نجي نشوف. طبعا هو هنا كاتبها جاهزة بس راح نتبعها. ال بي اي، هاي ال بي اي، هاي هنا عندي ال بي اي، هاي ال بي اي. شنو شيء يأثر وياها؟ يأثر ال اتش 1 يأثر وياها نفس الفريق. هيجي خلينا نعتبرها فريقين ما تطول. هذا ال اي وهذا ال اتش 1 ايضا الفريق ال اي. فجاما اللي هي قلنا جاما شنو عبارة عن شنو؟ رو جي، يعني اما تكتب رو جي واما تكتب جاما نفس الشيء ماكو مشكلة. الجاما هي الكثافة الوزنية. في الاتش 1 هاي راحت، نجي هذا الارتفاع هذا ملغي، ليش؟ لانه نفس السائل احنا ارتفاع، طبعا طلابنا اقول ارتفاع مو تقيس لي هذا تقول لي هذا ارتفاع، هذا مو ارتفاع، ارتفاع لازم يكون شاقولي. فإذا اكو شيء مايل انت تكون تحلله، يعني هسه هذا من هذا شوف الارتفاع الموازي له، بس اجي الخط موازي لسطح الارض او يعني افقي، فراح يكون عندي هذا الارتفاع مساوي الى هذا الارتفاع، فيلغى هذا كله لهنا ملغي. اجي هاي المسافة منه هو مأشر لي اياها، من هاي النقطة، من هاي النقطة اللي هي نفس هذا الارتفاع، من هاي النقطة الى هاي النقطة. هاي المسافة لازم تتحلل، هاي ما تعتبر ارتفاع. هسه راح اقول لكم ليش. هذا هسه لو نتخيل هنا شنو، نتخيل طلاب هنا اللي راح يصير شنو؟ راح يصير عندي هذا مو ارتفاع، هاي مسافه مطيك انه ال 2 مطيك اياها بشكل مسافه هاي ال 2، لكن الارتفاع الحقيقي هو وين؟ اجي اجر خط منه لموتي هنا هنا، فمن هاي النقطه هذا الارتفاع، هذا الارتفاع مالتي حجر خط مستقيم هيك، هذا الارتفاع
زين، وبعد الارتفاع عندي هذا الارتفاع ايضا مطيني اياه جاهز، ما مطيني زاويه، مطيني اياه جاهز هو، ومطيني هنا الضغط، وطيني طبعا الكثافات وهاي الامور. هنا عندي طبعا ثلاث سوائل مو سائل واحد، يعني شوف ليش شلون عرفت ثلاث سوائل؟ عندي جاما 1 الكثافه الوزنيه للسائل اللي هو بالخزان A، وعندي الجاما 2 اللي هي هذا باللون الاخضر، وعندي الجاما 3 اللي هي باللون الاحمر، اذا ثلاث سوائل عندي. زين؟ فمو مشكله، يعني اهم شيء الفكره تكون واضحه. هنا من احسب شو اقول؟ اقول يابا البي اي هذا البي اي زائدا الجاما اتش 1، ليش زائدا؟ لان هذا ياثر كانما ويا فريق الاي. زين، نجي هذا ملغي. هذا الارتفاع اللي هو ما مطيني اياه مباشر، هذا الارتفاع ياثر لي عكس الاي لو ويا الاي، ياثر لي عكس الاي، يعني وانا اخليه ويا فريق البي. فهنا كاتب لك فريق البي، فريق البي الجاما 3، الجاما 3 هاي الجاما 3 في الاتش 3، هذا ايضا ويا الفريق البي. نجي على هذا، احنا عبرناه، رحنا اول شيء على اتش 3 هسه راح نرجع له. شلون احسبه؟ عندي جاما 2 هاي خو معلومه. هنا شنو اللي عندي؟ يريد هذا الارتفاع اللي هنا شو مسمي هنا اتش 1 اتش 2 عندنا اتش 2 ما منطينا اتش 2 مو صحيح، حتى نكتب هنا هذا اتش 2 هذا اتش 2 وهذا اتش 3، الاتش 2 مجهول. فهنا شلون يطلع الاتش 2؟ هنا منطيني وتر، منطيني وتر، وش يريد من عندي؟ يريد من عندي مقابل. فش استخدم يا زاوية يا دالة؟ استخدم الساين. الساين بالضبط، يا ساين، ساين ثيتا. فهنا ايش راح يصير عندي؟ الجاما هاي جاما 2، ال 2 هذا الوتر مضروب في الساين ثيتا، هذا المقدار اللي هو ال 2 في ساين ثيتا، هذا المقدار هو عبارة عن ال اتش 2، صح لو خطأ؟ ها هي نحل السؤال. من اجل اصفي المعادله مالتي ايش راح يصير؟ راح يصير عندي يابا فرق الضغط ما بين النقطتين، ما بين النقطه A والنقطه B يساوي، خليها بس امسح هذين بفوز النقاط، يساوي الجاما 3 H3، هذا جاما 3 H3 زائدا الجاما 2 L2 sin ثيتا اللي هي تمثل لي ارتفاع H2، مطروح من عندها الجاما 1 اتش 1. ليش ما تروح من عندنا؟ انه ذني الاتش 3 والاتش 2 تاثر باتجاه، والاتش 1 تاثر باتجاه معاكس كانما عندي، فاعطيها اشاره سالبه. ها هي الحل السؤال. صار واضح طلاب؟ انتبهوا لي على شغله الزوايا، شو وقت تستخدم ساين، شو وقت تستخدم تان، شو وقت تستخدم كوساين، على المعطيات الموجوده عندك. هذا السؤال يعني ايضا بزاويه، يقول في الشكل المجاور، في الشكل المجاور النظام مفتوح للضغط الجوي، هذا من هنا عندي مفتوح للضغط الجوي، واحد اتموسفير ضغط جوي عادي، في جانبه الايمن المائل هذا هنا، ما قيمة الف؟ هنا منطيني يعني عدة مطالب، ما قيمة اولا الضغط عند النقطة A، يريد الضغط هنا، إذا علمت ان ال يساوي 120 سنتيم، وين ال؟ هذا ال. يريد طول الانبوب المائل، طول الانبوب المائل اذا بس شنو هسه تقول لي مو مطيني اياه هو ال؟ بقول لك بس اصبر علي. طول الانبوب المائل اذا فرضنا ان الضغط عند النقطه اي 135، يعني ايش مطيك؟ مره مطيك الاي مجهول ويريد، ومطيك ال ويريد الاي من عنده. مرة شو مسوي؟ قاربها، مطيك الاي، قايل لك الاي هل قد تساوي، بس انت طلع لي ال، هذا ال مرتفع طبعا. فهنا شنو اجي؟ اصلا للسؤال، اقول خلينا نجي وحدة وحدة. الضغط عند النقطة اي، الضغط عند النقطة اي اللي هي هنا البي اي، ايش راح يساوي لي برأيكم؟ خلينا نجي نشوف شنو ويا فريق الاي، وشنو ويا فريق الضغط الجوي، لأنه عندنا هاي منها ضغط جوي. شنو يا فريق الاي عندي؟ عندي هذا الارتفاع، خلي اول شيء نجي على الرسم حتى الشيء مطروح من كتبه، ليش ندوخ بيه؟ نجي هذا هسه عندنا من هنا الى هنا، خلي نشوف اكو شيء مساوي الى عندنا، هذا يطرح لما يطرح؟ هذا يطرح الغي اخلص من عنده، مو صحيح، ليش ادوخ بيه؟ وعندي ايضا هذا راح يطرح، هذا كله راح يطرح،
وعندي هذا كله راح يطرح، هذا كله هنا راح يطرح مو؟ بعد شو عندي هذا، بس هذا ما راح اطرحه. ليش؟ انه هذا يعني احتاجه بعدين، احتاجه لانه هو مطيني او كامل، فخليه هسه بعدين عود هو يعني اوريدي راح ينطرح. فهسه ايش راح يصير؟ راح يصير بي اي. شنو اكو بعد ويا البي اي يشتغل؟ هذا عكس يشتغل مو صحيح؟ هذا يشتغل ويا البي اي، هذا يشتغل ويا البي اي. فاقول رو زائد رو المن للماء مثلا جي مضروبه في شنو؟ ما راح اكتب التسميات لانه هاي معطيك اياها ارقام، في 18، 18 اقسمها على 100 حتى تصير متر. زين بعدين اجي هسه هنا هذا انا ليش هو المفروض يطرح ويا 18، بس ليش ما طرحته على مود ال هذا كله مطيني اياه، فما اقدر اجزئ هسه حاليا. فايش راح اسوي؟ هذا راح ل 18. اجي شنو يا فريق الضغط الجوي؟ الضغط الجوي نفسه في اتموسفير، هيك خلينا نكتبه الضغط الجوي زائد ارتفاع هذا العمود، هو راح ينطرح تلقائي بعدين ارتفاع هذا العمود. زين هذا العمود شلون اطلع ارتفاع؟ هو ايش منطيني؟ منطيني هاي الزاويه، بس انتبهوا طلاب، هاي الزاويه منطيني اياها 35. زين هاي الزاويه من تصفن لها شو اقدر اطلع من عندها هسه؟ عندي هذا مقابل يعتبر مو صحيح؟ نعم خليه هذا مقابل، هذا خلينا نمسحها، هذا مقابل. وعندي انا شو احتاج؟ احتاج هذا احتاجه مو صحيح؟ هذا بالنسبه لهاي الزاويه شو يعتبر؟ يعني هذا اذا اجي اسحبه اجيبه هنا، شو يعتبر بالنسبه لهاي الزاويه؟ بالضبط يعتبر مجاور، جدا ممتاز. فايش راح اسوي؟ راح اقول يا بي هنا خلينا نكتب احنا المعادله رو جي، تبقى عندي الاتش شلون استخرجها؟ اقول تساوي ال كله وتر مضروب في الكوساين ثيتا. ليش كوساين ثيتا؟ لان انا اريد المجاور وهذا وتر، فاقدر اطلع المجاور ايش قد؟ كوساين ثيتا، هذه ثيتا. بعد عندي شيء؟ ما عندي شيء. ال L كوساين ثيتا ايش قد راح تطلع؟ راح تنطرح قيمة ال 18 من عندها. تلاحظون شلون؟ هسه راح نجي نقول طبعا هو شنو اللي يريده؟ يريد ال PA. زين ال PA شو تساوي؟ هسه لو اصفي المعادلة مالتي ال PA تساوي كلها انقلها إلى الطرف الآخر. T اتموسفير معلوم واحد ضغط جوي زائد رو جي في L كوساين ثيتا، هاي ايضا كلها معلومه اللي انا مطينيها، ناقصا رو جي. شوف انطرحت رو جي في 18 على 100، انطرحت لو ما انطرحت؟ انطرحت، لكن ما اقدر انا راسا اطرحها لانه اللي راح احتاجها، قصدي الارتفاع ما عندي، فلازم اشوف الارتفاع ايش قد وبعدين اطرح من عنده. زين فهنا ايش راح يصير عندي؟ مجرد تعويض، هذا واحد، عفوا هنا هذا واحد ضغط جوي، ها واحد ضغط جوي، بس انتبهوا هنا، زائد الروش قد الف اذا افترضنا ماء، هو ما يقول ماء، هذا الف في 9.81 في ال ال ايش قد معطينيها؟ 120 على 100 حولناها متر، في الكوساين ثيتا كوساين ال 35، 35 هاي. بعد شنو عندنا؟ ناقص هنا جو حكملها، ناقص رو المل للمي، هاي هنا جو حكملها الف، هنا ناقص طبعا يصير ناقص الف في التعجيل 9.81 في 18 على 100. هاي هنا اكو نقطة مهمة، من يقول لي عليها شنو؟ هنا الرو جي اتش، الرو جي اتش سواء هنا او هنا شنو وحداتها؟ اكو احد عنده فكره؟ الرو كيلوغرام المتر المكعب مو صحيح؟ الجي تعجيل، يعني الرو جي نقدر نعتبرها نيوتن لانه
الكيلوغرام انت تضربه بالتعجيل يصير نيوتن، فهاي نيوتن على المتر المكعب، مو صحيح؟ في اتش، الاتش هو ارتفاع متر، هاي راح تقتصر ويا من؟ ويا الثلاثة تصير اثنين، نيوتن على المتر مربع شنو؟ اللي هو شنو اسم الدلع مالته؟ بالضبط باسكال. زين يصير اني اجمع باسكال اجمعه ويا ضغط جوي، وحده ضغط جوي ما يصير، فلازم شو اسوي؟ لازم احول الواحد ضغط جوي الى شنو؟ الى باسكال. شلون احول واحد ضغط جوي الى باسكال؟ منو يعرف؟ الواحد ضغط جوي ايش كم باسكال يساوي؟ ها ها طلاب، استاذ 100 بعد اكو حد يزيد ضغط جوي كم باسكال؟ هسه زينكم قال 100 استاذ، انا اللي اعرفه هو 1 بار و 100 كيلو باسكال. الواحد بار مو 100، 10 اس 5 باسكال، صحيح؟ استاذ 10 اس 5 باسكال. بشكل عام شو نقول؟ خليني امسح لها، خليني امسحها حتى لا تصير هون هنا، اكتب الوحدات بس خليكم يلا بالصفحه. هنا شو اقول؟ اقول يابا عندي اني الواحد ضغط جوي، واحد اتموسفير، حتى شلون احول يعني؟ شو يساوي لي؟ يساوي لي تقريبا 101 و327 بوينت، هذا رقم يعني يمكن هسه 3 8 هيك شيء. زين فانا ايش راح اسوي؟ راح اخذه هو هذا كله، يعني هو تقدر تقربه طبعا، تقريبا يصير 101، تقريبا 101، بس احنا هناخذه بالمربع. وشلون احول هذا الواحد؟ اقول يابا هذا الواحد اذا حوله باسكال، شلون احوله؟ علمتكم الطريقه، واحد ATM اتموسفير، في اخلي خط كسر الاتموسفير اخليها جو الضغط الجوي لانه هي بالبر، الشغله اللي اريدها اخليها بالعكس باسكال اخليها لفوق. زين هنا الواحد ضغط جوي شو يساوي لي؟ يساوي لي هذا الرقم اكتبه هنا، فاحول الضغط الجوي الى باسكال ويطلع عندي الجواب الصحيح، راح يطلع عندي البي اي ايش قد. طلاب بالنسبة لهذا الشكل موضوع أمامكم، لو نريد نحسب الفرق الضغط ما بين نقطة A والنقطة B راح نتبع المسار من الـ A وانتهاء بالـ B. خلينا نجي نشوف ارتفاع عمود السائل هذا من هنا إلى هنا، هذا محسوب لو ما محسوب؟ هذا يجب أن يكون محسوب لأنه ما عندي فشي ينطرح وياه. إذا أخلي عليه علامة صح أو أخلي عليه نجمة حتى أرجع له بعدين وأحسب، هذا أخلي عليه علامة صح. نجي بالنسبة إلى هذا راح يلغى لنفس السائل نفس الارتفاع، هذا لازم احسبه ليش؟ لانه ما عندي شيء الغي وياه، هذا يلغى، هذا كله ملغي راح يكون. هذا الارتفاع هذا يحسب، اذا اخلي عليه علامه صح حتى ارجع واحسبه. هذا يلغى تشوفون شلون، وهذا الارتفاع هذا يحسب إضافة إلى ضغط النقطة B. فش راح تصير المعادلة كالآتي، راح تصير كالآتي: الـ PA، وهنا عندي خلي بعدين أكتب الـ PB. بالنسبة للـ PA شنو الضغوطات اللي هي اتصلت لي قوى بنفس اتجاه الـ PA؟ أول شيء عندي ارتفاع عمود هذا السائل، هذا شو أقول؟ أقول زائد، ليش؟ إنه هذا مع الـ A، فنقول رو ايش قد مطيني هالرو؟ رو 1، هاي رو 1، خلي هنا اكتبها بشكل شوي اوضح، بس خلي ايش هذا، راح تصير عندنا الرو 1 جي يا اتش، هنا طبعا مسميه الاتش مسميه حرف زد، فنكتب هنا نعتبره زد 1 زد 1 هذا. زين هذا ارتفاع، وعندنا بعد شنو فشي مع الاي؟ هذا ضد الاي لان هذا صارت قوه بهالاتجاه، هذا مع الاي
هذا مع الاي، فاكتب زائدا رو، يا رو هاي رو 3، هاي رو 3 جي يا اتش، هذا ارتفاع اللي هو هذا الارتفاع نعتبره يعني، خلي احنا نعطيه اسماء افضل اني اشوف، لانه هنا شو ظاهر مستويات وليس ارتفاعات. فخلي نفترض هسه هذا الارتفاع، خلينا نخلي احنا فرضيات حتى نمشي عليها. هذا الارتفاع نعتبره ايش قد؟ نعتبره اتش 1، وعندنا هذا الارتفاع، هذا ارتفاع نعتبره اتش 2، هذا نعتبره من هنا الى هنا نعتبره اتش 3، وهذا نعتبره هذا من هنا الى هنا اتش 4. هسه الان راح نقدر بسهوله نسوي المعادله مالتنا، نقول البي اي زائدا شنو الشغلات اللي ويا البي اي؟ الرو 1 جي اتش 1 هاي واحد، هذا عكس، هذا عكس الاي، فما اخليه هسه الان الاتش 3، نعم الاتش 3 مع الاي، فاقول زائدا رو يا 3 يا رو 3 الجي اتش 3، هاي الرو 3 وهاي الاتش 3 والجي تعجيل. بعد شنو عندي؟ عندي هذا الارتفاع، ها هسه بعد ما عندي شيء مع الاي، فاقول يساوي الضغط عند النقطة بي، شنو الشغلات اللي وياه؟ طبعا بطبيعة الحال زائدا رو المن يا رو اللي هي 4، هاي رو 4 جي اتش 4، هاي طبعا ويا البي تسلط، هاي يعني قوتها بهالاتجاه زين. عندي ايضا الاتش 2 مع البي، فاقول زائدا رو يا رو الرو اللي هي رو 2، هاي الرو في الجي في الاتش 2، ها هي صارت المعادله كامله الان، بس مجرد اعيد ترتيبها حتى اطلع الفرق البي اي ناقصا البي بي اللي انا اريدها، يعني الفرق بيناتهم الان شو يصير عندي؟ نقلت البي بي، اي شيء ويا البي بي راح يبقى كما هو، اكتبه رو 4 جي اتش 4 زائدا رو 2 جي اتش 2، هذا كما هو يبقى. الطرف اللي هو مع الاي راح اغير اشارته وانقله، فيصير ماينس او سالب رو 1 جي اتش 1 ناقص رو 3 جي اتش 3. هاي المعادله اللي هي راح تقدر تستخدم من خلالها. طبعا هنا شنو عندنا؟ عندنا سوائل مختلفة وارتفاعات مختلفة، فما راح اقدر اطلع عامل مشترك، فتبقى كما هي، وبتعويض تعويض الكثافات والتعجيل الارضي والارتفاعات المختلفة راح اقدر اطلع الفرق ما بين النقطتين. طلاب عندنا بقية الامثلة اللي موجودة عندكم ايضا، مثل هذا عندنا مثال، هذا مثال عندنا هذا مثال وهذا مثال، يعني امثلة كثيرة، وهذا مثال ايضا، اذا حخليكم اياها بالمحاضره، حاولوا انتم تحاولون بها، لانه هاي الشغله المانوميترات يراد لها تمرين تدريب، ايش قد ما تحل مسائل اكثر ايش قد ما راح تكون مسيطر على الموضوع اكثر، وراح تتعرف على افكار اكثر. تحياتي لكم جميعا.